هو المرحلة ما بعد 2011 الدولة مرت هي فترة متاع هشاشة طبيعية بعد كل ثورة، لكن الهشاشة هذه مرت بفترات متاع نقاهة وتحسن، وثم فترات متاع انتكاسة، بداية انتكاسة. نجم نقولوا مش ما نكونوش معناها متشائمين برشا، المرحلة هذه فيها مظاهر متاع انتكاسة قوة الدولة، وهذا ناتج لأسباب سياسية تعرضنا لها قبل، وهي مسألة الحكومة، حكومة ضعيفة، وفاق معناها ريستران نسبي ماهوش وفاق وطني حول برنامج حول رؤية، أصبح وفاق بين حزبين الهدف متاعهم معناها استمرار في الحكم، ضبط خارطة طريق ليهم هما مش للمجتمع وللوطن للمرور بسلام في المرحلة هذه، وانعكس ذلك على الوضع الاجتماعي أولا والاقتصادي، وإن شاء الله ما يتواصلش في المجال الأمني اللي ريناه في المجال الأمني سورتو في الحق العام، انتشار الجريمة وانتشار معناها الهجومات والخطف الممتلكات هذا كثر معناها، والجرائم حتى القتل وغيرها كثرت، وإن شاء الله مسألة رياض بروتة تكون عملية منعزلة وتتواصل النجاحات في مقاومة الإرهاب وتقتصر الضعف على مجال الاقتصادي والاجتماعي هذاك، لأنه قابل للإصلاح وللحوار وتدارك في أي وقت. وهذا المشكل الكبير اليوم في تونس، مسألة الوضع الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة الحالية على مواجهتها.